كثيرين سألوا نفس السؤال، إيش هو أفضل وقت نقدر نزور فيه طهران وشمال طهران؟ طبعا شمال طهران في الشتاء يكون ثلوج، يعني ما راح تستمتع. أنا من الناس اللي ما أستمتع في الثلوج. الحلو أنك تستمتع بالخضار والأجواء الخضراء، الماي، هذا الماي اللي تشوفونه، الثلج لما يذوب ينزل وتستمتع، شوف متع عينك. فأفضل وقت لزيارة طهران، زيارة إيران، شمال إيران، في شهر 5 وشهر 6. يعني الحين أنا أكلمك الحين، دخان يطلع، دخان، درجة الحرارة تقريبا 8-9-10 درجات، يعني أحلى وقت، لا هو برد برد والحر انساه. العسل، وهنا أيضا عسل من نوع آخر، ما شاء الله عسل طبيعي. هذولا طبعا تماثيل، بس الجلود حقيقية، يعني هذه الجلود هي جلود هذه الحيوانات، أصلخوا جلودها وركبوها على تماثيل، بس هذه فعلا حيوانات. ولو تشوف هذول التيوس الصغار قريبة جدا من تيوس في صلالة أشكالها. وني هذا الجلود، جلود الماعز، أنواع الماعز عندهم هذه جلودها. وبناخذ استراحة في هذا المكان وتشرب لك شاي مخدر على الفحم وتي تستمتع مع البرتقال. وهناك عندهم صناعة الجلود على هالمنظر هالجميل، تاخذ لك من الهدايا، تشوف صناعة السعفيات، البرتقال تو فريش واصل، كل هالأمور اللي تشوفونها هنا عندهم، شوف السعفيات، الملابس، المكسرات. يا سلام على جمال المكان، يا سلام على جمال المكان. عليكم السلام. السلام عليك، كيف حالك؟ الحمد لله، ما شاء الله الجلود. بعدين بناخذكم ونوريكم الجلود هناك، انواع الجلود. شوف المكان انت بس، شوف المكان، شوف المكان. وني عندك حيوانات، ما ادري هذه حيوانات محنطة تقريبا، شوفوا هذا حيوانات محنطة، اتوقع محنطة وانها تماثيل، شوفوا ما شاء الله. اما بالنسبة لهذا البرتقال، هو برتقال جبلي يثمر عندهم في جبال ايران. تعالوا بعطيكم معلومة عن الثوم في إيران. تخيلوا أن هذا الثوم الآن صار له مخلل، يعني حاطينه داخل خل، هذا صار له 7 سنوات، تخيلوا ها، 7 سنوات وهو مخلاي بالخل. وفي بعض بيوت يجيبوا لك ثوم محطوط في الخل من 30 سنة، هذا يأكلوه في إيران. والله تقول أنك بصلالة، تقول أنك بصلالة، أبقار وخضرة ويبال، يا سلام يا سلام، بصلالة بصلالة. لأن ما يطلعون منه من صناعة الجلود شيء يلبسوه في الرأس، وشيء شنط نسائية. وهني عندهم أيضا الشاي الإيراني، هذا شاي الإيراني أيضا من إنتاج إيران، هذا الشاي مالهم كذي، به شكله لونه أسود، هذا الشاي الإيراني. وصلنا لمنطقة اسمها رامسار، منطقة ترفيهية جميلة، الناس اللي بيون لشمال إيران أنصحهم أن يجونها، فيها التليكابين، فيها التلفريك، فيها فعاليات. شوفوا ما شاء الله الناس، الناس ما شاء الله تبارك الرحمن تارسين المكان، وإحنا بنركب تلفريك بنصعد فوق فوق الجبل، شوفوا هنا السحاب، هناك بنصعد اليوم. طبعا جاتنا دعوة من أصحاب هذا المشروع بعد ما شافوا تغطيتنا أمس في المنطقة الأخرى، منطقة الألعاب الأخرى، وجاتنا دعوة قال اليوم تعالوا غداكم وعشاكم والتلفريك والألعاب والفعاليات أنتم مدعوين اليوم عندنا. فهذا كله ينصب لصالح من؟ ينصب لصالح مبورك، لأن المفروض اليوم العزيمة على مبورك، ولكن فلت من مبورك. مبورك مبروك مبروك، ألف ألف مبروك علي. طبعا خليل المركز الأول في التعليقات، وأنا المركز الثاني، وأنت الثالث، يعني الغداء والعشاء عليك، ولكن أبشرك اليوم جاتنا دعوة، الغداء والعشاء والألعاب والفعاليات كلها مجان، يعني طاح عنك، بس بشرط بدل الغداء والعشاء بتركب هذه وبتطير في السماء. كيف بس كينت عني هنا وانهي الموضوع؟ مجموعة طبعا محلات، مطاعم، سوبر ماركت، قبل نصعد للمكان الرئيسي
اللي بنصعد من خلاله التلفريك اللي بيودينا لفوق. انا وايد متامل اني ادخل بالتلفريك ما بين السحاب هناك فوق. الحين راح نركب التلفريك. هينا باخوتنا وحبايبنا من سلطنة عمان، الله يحفظكم ويسعدكم. من اي ولاية؟ بركة نخل واد معاول. بركة؟ لا واد معاول. واد معاول؟ نخل. ما شاء الله. النعاول. مع بركة هم الله يسعدكم، الله يحفظكم، الله يحفظكم. بركة. الله يسعدكم يا رب، الله يتشرف فيكم في هذا المكان الجميل. الله يسعدكم، الله يحفظكم جميعا. صراحة إيران أكلهم مميز، وهالمطعم اللي أكلناه في المنطقة هذا اللي فيها تلفريك من أفضل المطاعم. أنصحكم لا جيتوا هني تجربوا أكلهم. هذا اسم الهوتيل، هذا اسم الفندق، هوتيل بام سبز. أي لو إيش اللي يميز هالمكان اللي احنا فيه؟ أولا حاجة إيش اللي يميزه؟ واحد، مكان مطل على البحر. اثنين، منطقة ألعاب ترفيهية للأطفال وللكبار وللجميع. ثلاثة، تصعدون تلفريك. أربعة، فعاليات ومطعم فايف ستار ومطاعم ومقاهي. آخر حاجة عندكم فندق في نفس المكان، يعني ما يحتاج تنزل. أنت هني أتي من المطعم تنزل من هذا الممشى وتسكن بين الغابة. يا الله، خل بوريكم. شوفوا يا جماعة، هذول هم الغرف، كل واحد له غرفة 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 غرفة، وأنت وسط الغابة. وسط الغابة. تعال بوريكم الغرفة من الداخل. هذا هم الغرف، شوفوا. أنجلي. ما شاء الله. أنجلي. أيوة. وعندكم هناك الجامة. تفتح الجامة على الغابة مباشرة. يا سلام يا سلام، جميلة. كان جميل، مكان جميل ودافي، حاطين لك دفاية. المكان مرة ساخن. حياكم حياكم يا شباب، حياكم حياكم الله. بعد رخيص لشخصين الليلة 25 ريال، يعني يطلع الواحد تقريبا 12 ريال ونص. وسط هالمكان الجميل تطلع مني تروح الفعاليات فوق. بغيت تلعب تنزل بالتلفريك وتلعب تحت، تخلص من تحت والبحر تي فوق ترقد هني بالمجان. محمد ها؟ طلع بيتك وراحتك بالمجان. بالمجان بطاقه في اي بي من دون ما توقف طابور بقى. يعني هذا ال 25 ريال فيها البطاقه تنزلك تحت وتروح ترجع فوق. يا سلام. جود 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 جود. هذا الفندق فيه غرفة، هذا ما غرفة، هذا ملجأ. هذا حصلت على موسوعة جينيس في أكبر سرير. تخيل أنام أنا ويناموا معي خمسة في الشعب. تخيل السرير هذا إيش كبر لا بعد السرير هذا فوق ملكي. يعني شوف شو تسوي. تعال معي شوف تسوي. تقوم مرقاد، أول ما تقوم مرقاد بس تروح وتدوس اللي هو تدوسهم كلهم وتجي تتريق هني. شرق السرير. الشقة من أجمل الشقق، طبعا في غرف داخل هناك، بس أوريكم الصالة وإطلالة الصالة. شوف إطلالتها وين، ما شاء الله. تطلع برع يقولك هذا يوم ما في غيم، المنظر كامل تشوفه عندك. للي بيحجز هذا الفندق في هالمكان كبتشرو، هذا الرقم عندكم كبتشرو. هذا صورنا جهزاً. الله الله، لوح خشبي. سامي أهديك ياها، حطيها في الميلس عندك. وعد الميلس؟ أي مكان عاد؟ رامسار. خلاص تمام. والآن نرجع نروح نكمل الفعاليات تحت. بسم الله. والآن الفعالية القادمة راح نركب الكارتينج على هالأجواء الطيبة والتلفريك من فوقنا، وبنشوف من بيفوز. عشا اليوم وغدا اليوم طاح. حلو. الأخير في الكارتينج. أها. عليه غدا بكرة. على العشا اليوم. ها؟ على غدا بكرة. عليه غدا بكرة. الأخير راضين. الأخير في الكارتينج. سامي معنا؟ ها؟ سامي. سامي لا طلع بكرة. أوكي. لأنه بيطلع الأخير. يعني الأخير. ثلاثة. موافق؟ موافق؟ عليه الاخير في الكارتينج، عليه الغداء باكر والعشاء. ليش انتوا رحت على قوانين امس؟ لكن موافق وبفوز عادي. يلا توكلنا على الله. طيب احنا الاربعه تذاكرنا تقريبا 10 ريالات او حتى اقل من 10 ريالات.
تقريبا 8 ريالات يعني كل واحد ريالين. هذا انت الثاني ها؟ وين الاخير؟ وين الاخير؟ وين ايش انت؟ وين الاخير؟ اوه الاخير بعد ما وصل. اخر واحد واصل شفتوا؟ اخر واحد واصل يرفع ايده. ليش الاخير انت الاخير؟ طبعا كالعاده المركز اصبر كالعاده المركز الاخير انبور. ايش؟ خلاص اقول له صلاة على الحضره حصره العشاء علي انا الاخير انا الاول. لا 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 لا, لا بس لحظه انا الاخير العشاء علي صاد عطل فني تاخرت السياره بدلت واير فتاخرت لفه عن الجماعه علينا يا شباب بدلت واير لحظه شوي الاول محمد الثاني انبور كان الثالث هذا الترتيب النهائي صراحه وصل 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 راح ما قدر ينزل ما قدر ينزل راح راح فوق ما قدر ينزل نزلها 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 الحمد لله على السلامة وصل بالسلامة الجماعة وصلوا بالسلامة الحين راح نجرب متعة جديدة هي الركوب في القارب المجنون انا اسميه هذا القارب اللي يخلي القارب على حافه يعني كل اجزاءه فوق وحافه واحده بس في الماي ولكن احنا قلنا له خف علينا لا تسوي لنا وايد وهذا الان المكان شوف البطل اللي بيسوق ابنه هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون توكلنا على الله الله يحفظنا ان شاء الله الله يحفظنا الله بدنا والبعد بسم الله وابوك توكل يا عماني على الله ما شاء الله لا 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 اليوم ناويها 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 يو 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 لا ويسوق وماسك تليفونه بعد ما شاء الله عليك ما شاء يو Oh,